برعاية ملتقى أديان ومعتقدات ميزوبوتاميا وتحت شعار بأخوة الأديان نرتقي بالقيم الإنسانية، عقد ملتقى الأديان والمعتقدات الدولي الثاني في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا. الملتقى الذي تشارك فيه عشرات الشخصيات من سياسيين وأكاديميين وباحثين ووجهاء وممثلين عن كافة المكونات الدينية في سوريا وخارجها، شدد على ضرورة تعزيز العلاقات بين الأديان والمعتقدات المختلفة بالتركيز على نقاط التلاقي بين هذه المكونات. هذا المؤتمر هو بدورته الثانية حقيقة هو تركيز على النقاط المشتركة بين الأديان. فنحن في هذا المؤتمر الثاني حقيقة كان الشعار بأخوة الأديان نرتقي بالقيم الإنسانية، ومؤتمرنا الأول كان معا ننشر رسالة السلام، فهذا المؤتمر هو إتمام لتلك الرسالة التي عنوانها السلام. نسعى معا أن نحقق هذا الشيء يدا بيد، فيد واحدة لا تملك أن تقوم بأداء الواجب المطلوب منها، فكلنا نسعى إلى حياة سعيدة رغيدة، والأديان تدعو إلى هذا الشيء. معا نصنع أوطانا يسعى يعيش فيها الإنسان بكل حرية وسعادة. وأكد الملتقى أهمية دور المرأة ومساهمتها في إرساء مبادئ الإخاء في الديانات وضرورة إنهاء التنميط السلبي والصورة السائدة عن المرأة في الكثير من المعتقدات وإعادة شرح النصوص الدينية وتفسيرها على الوجه الصحيح دون ازدراء للمرأة. دائما رجال الدين يفسروا النصوص الدينية حسب مصالحهم الشخصية، فهذا ما أدى لابتعاد الدين عن الآخر. لكن كيف بنقدر نحن نتخلص من هذا التباعد والتنافر؟ وذلك عن طريق تربية المرأة تربية صالحة، لأن المرأة أساس المجتمع. لما المرأة بتفهم الأديان بطريقة سليمة، تفهم المعتقدات بطريقة سليمة، هي قادرة على تربية أسرتها وبتعكس شخصيتها على أسرتها، فبهالطريقة بتقدر تنتج جيل واعي. هذا الجيل بيطلع لبرا وبيتقبل الآخر. المرأة لها دور جدا قوي سواء كان على الصعيد الديني أو على الصعيد الاجتماعي أو الصعيد الاقتصادي أو حتى الصعيد العسكري والصعيد السياسي أيضا. المرأة أينما وجدت راح تلاقي السلام. حتى المرأة ضمن قوات يابجي لما حملت السلاح حملت لتروح للسلام، حملت للدافع عن نفسها ضد الفكر المتطرف، الفكر الديني المتطرف. إذن المرأة أينما توجد يوجد السلام، فبتمنى مع المستقبل تقدر الأديان جميعا تجدد من نفسها. كما شدد المشاركون على ضرورة تجديد الخطاب الديني بما يصب في مصلحة التماسك المجتمعي والتواصل الإنساني ومنع الاستثمار الشعبوي في الدين خدمة لأجندات بعض الأطراف التي تستغل هذا الخطاب لمآرب وأطماع بعيدة عن روح الأديان. بالنسبة للتوجهات التي دائما نتوجه بها ونجلس مع كافة المرجعيات الدينية الإسلامية المسيحية إلى آخره بمختلف طوائفها ومذاهبها، نقول وجلساتنا أن ما دمر المنطقة هو الخطاب الديني. كيف أوروبا كانت تعيش العصور الوسطى أيام الباباوات، بابات روما، خطاب سياسي وإلى آخره، وتجيش الناس وقتلوا ملايين المسيحيين والمسلمين. لذلك هذا الخطاب الذي خطاب الكراهية الذي ليس من قلب الدين، هذا اسمه خطاب سياسي مرفوض رفض قاطع، لعب عليه الحكومة الخفية بالعالم زائد بعض دول الخليج، وكان رأس الحرب هو رئيس حزب العدالة والتنمية أردوغان. كلمات المشاركين في الملتقى أشارت أيضا إلى دور المناهج التعليمية والاستبداد والعادات والتقاليد في نشوب الحروب الدينية والمذهبية وكيفية تجاوز هذه الجوانب الإشكالية من خلال العودة بالأديان إلى جوهرها السليم وصولا إلى مجتمع متآلف تسوده المحبة والسلام. Oh.